بسم الله الرحمن الرحيم. كل ترحيب بالأخوات والأخوة ممثلي الإعلام وسائل الإعلام الوطنية والعربية والأجنبية في هذا اللقاء. الحكومة تواصل العمل التنفيذي وفق البرنامج وأولويات هذا البرنامج بكل وضوح وبكل ثقة، ومن باب المصارحة والتواصل ارتئينا أن نضعكم في آخر وأهم المستجدات لهذا العمل الذي تقوم به الحكومة من خلال الوزارات والمحافظات والهيئات وكافة المؤسسات التنفيذية. احنا طبعا استبقنا قانون الموازنة للثلاث سنوات بتهيئة بعض الإجراءات والمتطلبات المهمة للتنفيذ لما وضعناه من خطط في قانون الموازنة. على سبيل المثال احنا وضعنا مادة مهمة في قانون الموازنة، المادة الثالثة ثانيا اللي تقدم فيها الحكومة ضمانة سيادية للقطاع الخاص، وهذا يأتي ضمن محور الإصلاح الاقتصادي. قبل أيام رجع وفد من ألمانيا وإيطاليا، وفد عراقي على مدى 10 أيام، وفد برئاسة المستشار الفني وعضوية ممثلين من الوزارات والدوائر المعنية وبمشاركة من 20 رجل أعمال عراقي من القطاع الخاص، جولة في ألمانيا وإيطاليا على المؤسسات المهمة المعنية بالتمويل والتي اتفقنا معها بشكل مبدئي على استيراد خطوط إنتاجية لإنشاء مصانع تنفذ من قبل القطاع الخاص في صناعات تم اختيارها من قبلنا وفق أولوياتنا، وهذه المصانع والمعامل الإنتاجية سوف تغطى بضمانة سيادية لهذه المشاريع من قبل الدولة، وهذا نص موجود في قانون الموازنة. لأول مرة الحكومة تضمن القطاع الخاص بضمانات سيادية بنسبة 85% من قيمة المشروع و 15% تقع على عاتق القطاع الخاص. أيضا واحد من أهم خطواتنا الإصلاحية هو صندوق العراق للتنمية اللي تحدثنا فيه أكثر من مناسبة. احنا طيلة النقاش المجلس النواب على الموازنة كنا في نقاشات موازية لإعداد نظام هذا الصندوق الذي وضعناه في قانون الموازنة في المادة 42 بأن مجلس الوزراء يتكفل بإصدار النظام. بمجرد إقرار قانون الموازنة قدمنا نظام صندوق العراق للتنمية على مجلس الوزراء وتم إقراره في الجلسات الماضية، وهذه الأيام في طور اللمسات النهائية لتشكيل مجلس الإدارة. كذلك النواة اللي موجودة تشرف على إعداد الصندوق وهذه الإجراءات استقبلنا عروض كثيرة من صناديق استثمارية عربية وأجنبية سوف تشارك هذا الصندوق في تمويل الغطاء الاستثماري لمشاريع تنموية في داخل العراق. أيضا استقبلنا طلبات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ضمن الصناديق التخصصية لهذا الصندوق. الكل يسأل عن التعليمات، تعليمات تنفيذ الموازنة وليش تأخرت. طبعا مجلس النواب في أثناء النقاش هناك حذف للمادة المتعلقة بتعليمات تنفيذ الموازنة، حيث حذفت العبارة المتعلقة باستثناء التعليمات من أحكام قانون النشر بالرقم 78 لسنة
77 اللي وضعناها احنا في مسودة المشروع، وبالتالي حتى ننشر في جريدة الوقائع لازم نروح وين؟ لمجلس الدولة، ومجلس الدولة لازم يدقق وفق آلياته وإجراءاته القانونية. هذا سبب التأخير. حسب ما أبلغنا اليوم إن شاء الله خلال هذا الأسبوع تنشر التعليمات. أيضا خلال هذه الفترة عقدنا اجتماعات مع الوزارات وحسب أولويات المنهاج الوزاري. بدأنا بوزارة الإسكان والإعمار، ومن ثم وزارة الصحة، وراح نستمر مع باقي الوزارات وبعض المحافظات. الهدف من هذه الاجتماعات ترتيب الأولويات، أولويات المشاريع في الموازنة. احنا عندنا عجز مالي، وعجز مالي كبير، خصوصا أن هناك إضافات على هذا العجز للأسف على ضوء التعديلات. فلازم نرتب أولويات المشاريع، وعلى ضوء ترتيب أولويات المشاريع الجديدة والمستمرة لازم نرتب أولويات التمويل بالشكل الذي يحافظ على صرف مالي موزون وضمن ما متاح لدينا من تخصيصات مالية. أيضا التزاما بالمنهاج الوزاري، يوم غد سوف تكون جلسة مهمة يحضرها قادة من القوى السياسية والفنيين من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية، وكذلك من المستشارين القانونيين لمناقشة مسودة مشروع قانون النفط والغاز. في المرحلة الماضية كان هناك نقاشات على مستوى الوزارتين النفط الاتحادية والثروات الطبيعية، وصلوا إلى مرحلة يحتاج وجود السياسيين والقانونيين. هناك وجهات نظر تحتاج قرار سياسي. يوم غد سوف تبدأ هذه الاجتماعات حتى ننضج مسودة القانون ونعرضها في أقرب وقت ممكن إن شاء الله بعد التوافق عليها أمام مجلس الوزراء، ومن ثم نذهب إلى إجراء تشريع هذا القانون المهم والحيوي الذي ينظم أمور الثروة المتعلقة بالنفط والغاز. اليوم اجتمع مجلس الوزراء في جلسته الاحتيادية 31 واتخذ جملة من القرارات، سنكتفي ذكر بعض منها وهي كالآتي. أولا، التزاما منا بأولويات البرنامج الحكومي ضمن محور مكافحة الفقر، وافق مجلس الوزراء على إصدار نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرا استنادا إلى أحكام البند 3 من المادة 80 من الدستور، وتسهيلا لتنفيذ أحكام المادة 55 من قانون الموازنة العامة للسنوات 3، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات. كذلك وافق مجلس الوزراء على تخصيص قيام وزارة المالية بتخصيص 5 مليار دينار إلى صندوق تقاعد الفنانين لتأمين العيش الكريم للفنانين بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض الفنانين وخصوصا الصحية، استنادا إلى أحكام قانون صندوق تقاعد الفنانين. يعني الكل يتفق على أن هناك مكانة وقيمة عليا داخل المجتمع للفنان الذي قدم وكان له إسهامات في خدمة الدولة وفي تقديم الرسالة الفنية المهنية. أغلب الفنانين يعانون من ظروف صعبة، بدلاً من حالات المناشدة والطلبات التي تكون هنا أو هناك وحفاظاً على كرامة هذه الشريحة المهمة، اليوم مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار بتخصيص هذا المبلغ إلى صندوق تقاعد الفنانين، والذي سوف تقوم نقابة الفنانين بصرف هذه الأموال للحالات التي ترى فيها ضرورة وأهمية. القرار الثالث وأيضا قرار مهم يتعلق بمشروع تحلية مياه البحر في البصرة، استنادا إلى أحكام المادة 2 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 23،
وبهدف الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في محافظة البصرة، قرر مجلس الوزراء ما يأتي: أولاً، تعديل قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2021. ثانياً، تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة نقل المشروع المذكور آنفاً إلى محافظة البصرة، وكذلك إحالة الدراسة الاقتصادية والفنية للمشروع التي عدتها الشركة الاستشارية النمساوية ILF إلى المحافظة. ثالثاً، تتولى محافظة البصرة التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة لتشكيل فريق من الفنيين لغرض مراجعة الدراسة والأسعار مع الشركة الاستشارية، وصلاحية التفاوض مع ائتلاف الشركات لتنفيذ المشروع وتشكيل هيئة تنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروع، ووضع آلية مستدامة لإدارة وتشغيل وصيانة المشروع بعد استلامه. في قانون الموازنة حول المشروع من وزارة الإسكان إلى محافظة البصرة ضمن تخصيصات المرصودة أصلاً، يعني في تخصيصات وزارة الإسكان حولناها للمحافظة على ضوء القرار الأخير، خولنا المحافظة بالتفاوض وإعادة دراسة الأسعار بعد المتغيرات الأخيرة. القرار الرابع: أقر مجلس الوزراء توصيات منح سمات الدخول لزوار العتبات المقدسة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتتضمن منح البعثات الدبلوماسية في دول مجلس التعاون الخليجي السعودية، عمان، البحرين، الإمارات، قطر، الكويت، صلاحية منح سمة دخول سياحية فردية أو جماعية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والخاصة بالزيارة الأربعينية للمنافذ كافة، وتمنح سمات الدخول لمواطني مجلس التعاون الخليجي عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية، والاستغناء عن اللاصق الخاص ويكون بديله ختم خاص بالزيارة. وتضمن القرار أيضا تعليق استيفاء رسوم المركبات الخاصة بالزائرين طيلة المدة الداخلة من منفذي صفوان وعرعر مع تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز، ويكون هذا القرار نافذا لغاية نهاية شهر صفر في 16 أيلول 2023. يعني نفس التسهيلات اللي قدمناها للأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي في بطولة خليجي 25 راح نقدمها للزوار العتبات المقدسة، خصوصا هذه الفترة لغاية الزيارة الأربعينية. كل الترحيب بكم مرة ثانية، ونفتح باب الأسئلة. وعليكم السلام ورحمة الله. الرئيس، ونحن نعيش في أجواء الصيف، والذي سجل تحسنا واضحا في أيامه الأولى، ولكن شهدنا في أزمة الكهرباء، ولكن شهدنا الأيام الأخيرة بعض الاضطرابات. دولة الرئيس، كيف تفسرون ذلك، وما هي الخطوات المقبلة لتحسين واقع الطاقة الكهربائية؟ شكرا. شكرا جزيلا، وهذا سؤال مهم يحتاج لشيء من التفصيل. بالتأكيد الكهرباء مسألة حساسة وتمس حياة المواطن خدميا اقتصاديا، وهذا الحال يقتضي المصارحة وتبيان الحقائق اللي تتعلق بهذا الملف. أولا، احنا عندنا مشكلتين صارت في الكهرباء قبل فترة عندما تم إيقاف الغاز المستورد. إذا تتذكرون انخفضت الكمية، انخفض الإنتاج، وإلا قبلها كان الإنتاج وصل لأعلى رقم في تاريخ المنظومة اللي هو 26,000. احنا نتحدث عن أرقام، مو نتحدث عن كلام إنشائي، أرقام متحققة في هذا العام مقارنة في العام السابق. فتوقف الغاز، انخفض إنتاجنا بحدود 4500 إلى 5000، أثر بشكل واضح على عدد ساعات التجهيز، صارت مشكلة.
دخلنا بتفاصيل وتوصلنا إلى قرار المقايضة، نعطي النفط الأسود أو النفط الخام مقابل الغاز. رجعت الكهرباء طبيعية، ساعات التجهيز والانتظام في مناطق يعني فترة الليل مستمرة. صار الحادث في يوم 10 من محرم، حادث اللي كثر الحديث حوله وهو يقبل كل الاحتمالات بصراحة، لأنه حدث يحصل في هذا اليوم في هذه الساعة في البصرة ويحصل حادث بنفس الكيفية في محطة تحويلية في منطقة جميلة، وبنفس الوقت يحصل تفجير في الخطوط النقل في بيجي، بالتأكيد تكون هناك علامات استفهام. نعم، الدولة معنية بإجراء التحقيق، وهذا ما حصل على مستوى الأجهزة الأمنية أو على مستوى الأجهزة الفنية، لأنه أحياناً عندما يكون هناك إهمال متعمد هو أكيد هذا يؤدي إلى هكذا حادث. حال مشكلة اللي صارت في بيجي، يعني إحنا أحد الأبراج تفجر لكن أكو 15 عبوة تم تفكيكها، كانت تستهدف أبراج 15 عبوة وموضوعة في مناطق وعقد مفصلية. نعم مطلوب من الدولة، لكن أيضا مطلوب من المجتمع المسؤولية الأخلاقية الشرعية، وإلا ماكو دولة لازم تخلي حرس على كل برج وعلى كل محطة إنتاج وعلى كل محطة تحويل وعلى كل محطة ثانوية، ماكو هالشيء. ولازم نخلينا أيضا حرس في الشورجة والكفاح ونشوف المضاربين بالدولار، ولازم نخلينا حرس في محطات مياه الشرب، ماكو هذا الوضع. واجب الدولة نظم وتتابع وتحاسب، وهذا مستمرين بدون تردد، ولا توجد أمامنا أي خطوط حمراء أبدا. لكن أيضا واجب المجتمع، واجب المواطن أن يساهم في حماية الممتلكات العامة والخاصة اللي هي ملك للشعب العراقي، مو ملك للمتحدث أو للوزارة أو سين أو صاد، هذا ملك إن لبلدنا لعراقنا اللي يستحق من عندنا نحافظ عليه. فصارت الأحداث وصارت الأزمة، طبعا عالجنا الموضوع أيضا الزمن مع ارتفاع درجات الحرارة في الجارة إيران، واضطروا أنه يقللون الكهرباء، وهذه فتهم قضايا فنية ما أريد أطرحها لأنه فيها تفاصيل. الحمد لله اليوم المنظومة رجعت إلى وضعها، وهناك اجتماعات مع الجهاز الفني حتى لا يتكرر هذا الخطأ، لكن خارطة المنظومة ومشاكلها واضحة. احنا عندنا أزمة وقود، وتحدثنا من البداية وقلنا محطاتنا تعتمد على الغاز المستورد وعلى المشتقات النفطية، لله الحمد تخلصنا من المشتقات النفطية، الآن إنتاجنا يكفي ويغطي بعد افتتاح مصفى كربلاء. عندنا الإشكالية في الغاز المستورد، ومع ذلك الغاز المستورد وضعنا حلول، مو قاعد نتحدث إنه سوف نعمل، لا وضعنا حلول. المسألة مسألة وقت، بعد ما تنتهي مشاريع توتال والجولة الخامسة وبعض الحقول التي يجرى العمل عليها الآن، راح يكون عندنا فائض، ما راح نستورد أي غاز من أي دولة. فالمسألة مسألة وقت حتى نتجاوز أزمة الوقود. الأزمة بالتأكيد هي أيضا أزمة فساد وسوء إدارة، وتحملنا هذه التركة من سوء التخطيط، وفي كل مفصل في كل قطاع عندنا هذه الأزمة، أزمة الفساد وسوء الإدارة، ولله الحمد نواجهها بقوة وبحزم وبدون أي توقف. اليوم وزارة الكهرباء رؤية واضحة عندها، واضحة عندها في مسألة الوقود، واضحة عندها في مشاريعها. أنا ما أريد أستعرض المشاريع اليومية وزير الكهرباء والمتحدث يذكروها، دورات المركبة، المشاريع الأخرى، طاقة شمسية،
الآن عندنا 2 شركات باشرت بالطاقة الشمسية. قبل نتحدث احنا في طور البحث والنقاش والحوار مع الشركة سينا وصاد، لا، توتال 1000 ميجاوات باشرت. شركة البلال وشركات نرويجية راح توقع عقد، يعني صار القرار في مجلس الوزراء، مستلمين الأرض هم يعني شبه مباشرة، فقط توقيع العقد خلال هذه الأيام 525 ميجاوات. شركة باور تشاينا باشرت اللي هي 250 ميجاوات المرحلة الأولى. فأكو مشاريع قيد التنفيذ ترتبط بالوقت، وهذا السبب الثاني. أزمة وقود لها حلول، أزمة وقت حتى ننجز هذه المشاريع. عندنا مشاريع الدورات المركبة حدود 3000 ميجاوات راح تضيف لنا بدون وقود، وهذه كانت معطلة في السنوات السابقة، أنجزناها في هذه الفترة، تعاقدنا والشركات الآن باشرة تتنفذ، أغلبها شركات صينية. محطات الطاقة الشمسية فضلاً عن الأعمال الأخرى في مجال التحويل والنقل والتوزيع. إذن الرؤية واضحة عند الوزارة، فعندنا خطة، مو عندنا عدم وضوح وسوء إدارة للموارد، وكل التخصيصات مرصودة وتوضع في مكانها الصحيح، بعيداً عن أي محاولة للانقضاض على هذه الأموال كما ذكرنا سابقاً وتخصيصاتها، وهذه بالتأكيد مسؤولية مهمة وكبيرة في إنجاح هذه المشاريع. اليوم في قطاع الكهرباء نستطيع القول عندنا خطة ونعمل على تنفيذها، وإن شاء الله قريباً تكون عندنا منجزات واضحة يلمسها المواطن. يعني احنا مدخلنا 1/7 كنا الجدول التجهيز 5/1 4/2 3/1، هذه أرقام. واستقر الإنتاج في كل العراق 24 و400 ثابت، ويوصل إلى حد 26، في حين في سنة 22 الثابت كان 21 و600 الثابت. أكو كمية من الطاقة تم إنتاجها بظروف البلد بدون موازنة. الآن دخلنا على الموازنة، الآن دخلنا على التعاقدات. اليوم تعاقدنا، كملنا أيضا التعاقدات النهائية مع سيمنز وبشأن الصيانة طويلة الأمد، وكذلك من المؤمل أن نوقع مع شركة جي إي أيضا بخصوص الصيانة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دولة رئيس الوزراء عمار كريم، وكالة فرانس بريس. ذكرتم خطة طموحة استثمار الغاز وطاقة شمسية، ولكن يبدو نحن لا نزال بحاجة إلى الغاز الإيراني. وهذا يعني يجرنا إلى السؤال حول الاتفاق المقايضة. هل دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ؟ هل يعني نحن بحاجة إلى بعض التفاصيل في هذا الخصوص؟ إلى متى يكون مستمر الكميات؟ هل هو نفط أسود أو نفتة اللي سوف يتم يعني تصديره؟ موقف الجانب الأمريكي تجاه هذا الموضوع؟ وفيما يخص ال 11 مليار يورو المطلوبة ديون العراق، سمعنا أخبار أن الجانب الأمريكي وافق على دفع هذا الموضوع، هل بالفعل العراق قادر على دفع هذه الأموال؟ شكرا جزيلا. شكرا لك. هذا اللي ذكرته، أزمة الوقود، كون محطاتنا تعتمد على استيراد الغاز الإيراني، صرف المستحقات وفق الآلية العقوبات اللي موجودة والمتفق عليها من سنة 2018 تعقدت، اضطرينا نروح للمقايضة. الحوارات التي جرت بين الجانب العراقي والجانب الإيراني أسفرت على التوقيع على تجهيزهم بالنفط الأسود كمرحلة أولى مقابل الغاز. راح تكون هناك معادلة، إيش قد مستلمين غاز مع التخصيصات المالية المرصودة في الموازنة، نعكسها مقايضة للنفط الأسود للاستخدام المحلي في داخل إيران. بنفس الوقت العمل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن المستحقات اللي موجودة، واللي هي انخفضت إلى 9 مليار و 250
لأنه إحنا ساهمنا في تحويل بحدود 1,842,000,000 يورو في فترة 7 أشهر من عمر الحكومة وفق الآلية المتفق عليها. اليوم غادر العراق وفد إلى سلطنة عمان من البنك المركزي والبنك العراقي للتجارة للاتفاق على صيغة تحويل هذه الأموال إلى سلطنة عمان بالاتفاق مع الخزانة الأمريكية. بالتأكيد بعد إكمال مشاريع الغاز سوف نستغني عن الاستيراد إن شاء الله. السلام عليكم دولة الرئيس. السلام. سيف عبد الوهاب مراسل قناة الشرقية نيوز. هل الإجراءات التي اتخذتموها كافية للحد من عمليات المضاربة أو تهريب العملة خارج البلاد؟ وهل سنشهد قريبا استقرارا بسعر الصرف؟ لا سيما هنالك كثير من المصارف أو ربما وردت شكاوى كثيرة عن المصارف ومنافذ لم تلتزم أساسا بالسعر المحدد. شكرا جزيلا. شكرا لكم. ما يسمى أزمة الدولار. احنا خلونا نتفق على التوصيف. هي مو أزمة، هي معركة. معركة بين الدولة والتي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي بما يؤمن لنا الإصلاح الاقتصادي المنشود، هذا الطرف الأساسي، وبين فئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين من المهربين الذين احتاشوا على هذه العملية ويمانعون بكل الوسائل والسبل في سبيل عرقلة هذه العملية الإصلاحية. حكومتنا بدت قدرها أن يكون الإصلاح في زمنه، وتتذكرون 15-11 الخزانة والفيدرالية طبقوا المعايير، يعني ما صار لنا شهر من باشرنا في عملنا كحكومة، 27-10 باشرنا، 15-11 قالوا المعايير لازم تلتزمون بها، لأنه الحكومة السابقة وقعت على مذكرة تفاهم واتفاق عمره سنتين فانتهى الموعد، وكان في حينها ماكو أي إجراء متخذ. أنت حتى تصحح مسار استمر سنوات من النزيف المستمر ومن السياقات الخاطئة في التجارة كان يفترض أكو خطوات عملية، ومع ذلك تحملنا هذه المهمة بما فيها من كلفة اجتماعية وضغط واضح سياسي ورأي عام، تحملناه لأنها الطريق الصحيح لإيجاد نظام مالي مصرفي حقيقي موثوق من العالم. الناس تريد الثقة في مصارفنا، في نظامنا المصرفي، في نظامنا المالي حتى تيجي تستثمر. فإذا هي معركة، وكل إجراء راح يحاولون يلتفون على هذه الإجراءات، وإحنا أيضا راح نستمر بنفس العزيمة والإرادة في ملاحقتهم وتعقبهم ومساءلتهم بالقانون. عملية مستمرة، ماكو شيء صار. الخزانة الأمريكية أصدرت قرار قالت هاي الـ 14 مصرف ما يريدون يتعاملون بالدولار، مو عقوبة. هذه الجهة دولية تقول أنا هذا الدولار عملتي، هذه المصارف قاعد يسيء استخدامه. إجازات المصارف الـ 14 ممنوحة من العراق وفق القانون العراقي، يعني ما من حق الخزانة تلغي الإجازة مالتها. موجودة المصارف ومفتحة وبإمكانها تتعامل مع الدينار بعملة الدينار والعملات الأجنبية الأخرى. هذا هم حتى يكون واضح، لأنه البعض يقول شنو العقوبة صارت من خارج العراق وغيرها. هذا كان يفترض الإجراء أن يتخذه بصراحة من قبل البنك المركزي، لأنه عندنا دوائر هنا بالبنك المركزي، دوائر مراقبة الصرفة، دائرة غسيل الأموال، دائرة الابتثال، وأشرت على هذه المصارف هذه الملاحظات في الفترة السابقة مو الفترة الحالية، فترة 22 7 أشهر تم تأشير في فترة في عام 2022 أشر على هذه المصارف تعاملها خلاف الضوابط والتعليمات. إجراءاتنا كانت
دخلنا ب احنا داخلين بالعمليه يعني من بدايه الاصلاحات، ونرصد وجود هذه المجموعه من المضاربين ونبحث بشكل قانوني كيفيه ملاحقتهم. في الايام الماضيه قام جهاز الامن الوطني بعمليه بطوليه، اليوم سوف تعلن بتفصيل اليوم هذا المساء عن تفاصيل هذه العملية التي أسفرت عن إلقاء القبض على شبكة من المضاربين من الكبار، مو الصغار، الكبار. أكو فئة الكبار، هذول من الكبار، هذول اللي يقعد الصبح يقول الدولار بفلان سعر، الصغار شو يسوون؟ يجمعون ويوصلوها للكبار، والكبار أيضا مرتبطين بكبار آخرين في إقليم كردستان، وتبدأ عملية التهريب بتعاون مع حكومة الإقليم مشكورة، تعاون مثمر. أيضا خلال الأيام الماضية أسفرت هذا التعاون على إلقاء القبض على شبكة موجودة في أربيل. فاليوم عندنا شبكة من المضاربين من الكبار الذين يقومون بالمضاربة بالسوق وسحب الدولار، الدولار اللي قاعد ينزل ومتوفر. ليش أقول هي وين الأزمة؟ التاجر أيا كان أنا أنطيه دولار، وتأخذ الدولار الرسمي وتشتري البضاعة مالتك. المواطن عنده مبلغ نعطيه، المريض اللي يريد يسافر نعطيه الدولار الرسمي، الطالب اللي يريد يحول نعطيه الدولار الرسمي، المتعاقد عقود مع الدولة استثمار أو مشاريع نعطيهم الدولار الرسمي. ما عندنا مشكلة بهذا. من اللي يطلب الدولار الموازي؟ المضارب المهرب يسحب الدولار من المصارف، قسم من المصارف ما تلتزم بالتعليمات، وبنفس الوقت أكو مصارف وطنية تقدم خدمة مثالية، وهذه محط احترام ودعم من قبل الحكومة، راح ندعمها ونعطيها الكثير من التسهيلات، لأنه هؤلاء شركائنا في إصلاح النظام المالي والمصرفي والإصلاح الاقتصادي. أكو مصارف وطنية قطاع الخاص، لكن أكو مصارف لا بالوجه مصرف، وهناك واجهة أخرى تقوم بعملية التحويل، وهذا راح يبين. أنا ما أريد أذكر التفاصيل العملية الأمنية اللي راح يذكرها جهاز الأمن الوطني بالصور، وراح تتفاجئون من الصور اللي تشوفوها والبنايات والأموال والأشخاص. فقط أذكر شيء واحد، أحد الذين تم إلقاء القبض عليهم هذا محكوم مؤبد سنة 2001 بتهمة المضاربة بالدولار. شغلته 2001 مؤبد، وخرج بالعفو بال 2002 اللي انطاه النظام السابق، ورجع بالنظام الجديد أيضا يشتغل. فإن شاء الله ما يطلع المرة. طبعا نحيي الدور الكبير لمجلس القضاء العراقي الذي كان متعاون بشكل استثنائي، يعني احنا في وقت العاشر والمراسم الدينية موجودة، ثقوا الأجهزة الأمنية والقاضي بنفسه ودائرة غسيل الأموال في البنك المركزي تتنقل من مكان إلى مكان في داخل بغداد، هذه المقرات والشركات لساعات متأخرة من يوم العاشر. فهذه إجراءاتنا راح تستمر، وأي حركة للمضاربين مكشوفة الآن لأجهزتنا الأمنية وكذا. قسم من ممارسات الأجهزة الأمنية حدينا من عدها، خصوصا اللي تسبب إرباك في البورصة، قلنا ما أريد هذه الفعاليات، احنا عندنا مضاربين هم هدفنا، هؤلاء الذين يستخدمون هذه العملية للإضرار بالاقتصاد والنظام المالي. بنفس الوقت أعطينا توجيهات في تقديم تسهيلات للتجار والمستوردين. شكو تاجر ومستورد عراقي يحصل على العملة الدولار بالسعر الرسمي، وفرنا له
قناة خصوصا صغار التجار اللي هي الإشكالية الكبيرة اللي يعانوا من عندها مع التي بي آي، وبدأ يستقبل هؤلاء ويقدم لهم التسهيلات. تسهيلات جدا بسيطة، يمكن أعلننا عنها، ثلاث نقاط مطلوبة من عنده ويحصل على الدولار اللي يحتاجه. أيضا حاليا عندنا فريق يعكف على دراسة مقترحات خاصة بتقديم تسهيلات جمركية وضريبية إضافية للمستورد اللي يقدم الإيصالات الخاصة بالتحويل الرسمي للدولار، اللي يدخل المنصة يقدم هذا المستند أو الوصل راح يحصل على تسهيلات جمركية وضريبية. البنك المركزي الآن في عملية مراجعة لكل المصارف وشركات الصرف، والتحقق من هذه الأموال اللي يتم مسكها، لأن فيها أرقام تسلسلية ونعرف هذه جت ليا مصرف ولمن انطاها حتى يتخذ بحقه الإجراء المناسب. أيضا المصارف اللي صار عليها تقييد أو اللي صار عليها إشكالات في أكثر من 40 شركة صرف في من قبل إجراءات من هيئة النزاهة، أيضا بصدد تحسين أو معالجة هذه الآثار وأخذ التعهدات وتنظيم عملهم للدخول في السوق المال والمصارف. احنا اللي يهمنا أخوة الأعزاء، ما يهمني أنا عدد كبير من المصارف بقدر ما يهمني مصارف تقدم أفضل خدمة. شنو الفائدة عندي 40، 50، 30 مصرف؟ أنا أريد لي 5، 10، 15 مصرف بكفاءة، بخدمات، بتقنيات البي او اس والتحويل الإلكتروني والتفاصيل. هذا اللي أريده من مصر، بالشفافية، بالمصداقية، بالدخول عبر المنصة. هذا اللي يخدمني، ما يهمني العدد، لا المصارف ولا شركات الصيرفة. هذه الإجراءات تتابع من قبلنا على مختلف المستويات، فرق من المستشارين، من المسؤولين الأمنيين يتابعون مع كافة مؤسسات الدولة. أيضا نأمل من الإعلام الوطني، من السيدات والسادة اللي يطلعون بالإعلام، والله قاعد يساعدون في دعم هؤلاء المضاربين، في تصريحات، في النيل والتشكيك من المؤسسات المالية الرسمية للدولة. هذا مؤسسة رسمية، البنك المركزي. يعني كم خبر طلع للأسف من بعض المسؤولين ومن بعض المحللين والإعلام، معاقبة البنك المركزي ومعاقبة الكذا، والعراق راح يدخل كذا. اضطرت حتى وزارة الخارجية الأمريكية تطلع بنفسها توضح، يقول العلاقة طيبة والتواصل مستمر وهذه إجراءات متفق عليها. هذه الأخبار أثرت على السوق وترفع بالأسعار وتستخدم من قبل المضاربين. فهذه اللي أقول عليها المسؤولية المجتمعية الأخلاقية الشرعية الوطنية مطلوبة من عندنا جميعا، وإن شاء الله أنتم أهلا لهذا الموقف تجاه بلدكم. شكرا. السلام عليكم دكتور رئيس. مصطفى علوش، مراسل قناة الرابعة الفضائية. ورثتم تركة ثقيلة من ملفات الفساد، وتعهدتم في حال تسلمكم بتحقيق منجز في هذا يعني في هذا الشأن، فأين وصلت جهود حكومة السيد السوداني بهذا المجال، وهل هي راضية بما تحقق لحد هذه اللحظة؟ لله الحمد، جهود مستمرة وبدون توقف أو كلل أو ملل أبدا. والجهات الرقابية فضلاً عن الآليات والإجراءات المطلوبة منه، يعني إحنا مو رأساً نروح للرقابة والردع والكذا، أكو إجراءات مطلوبة من الدولة في مسار التعاقدات التخصيصات، هذه تقطع الطريق على المتربصين بالمال العام. هذه أيضاً دا نشتغلها، وهذا مو ما نقدر يومياً نطلع ونتكلم ببيانه. وبنفس الوقت الإجراءات واضحة أمامكم، هناك نشاط واضح أعتقد الكل أشر عليه اللي هو استرداد المطلوبين والأموال، وهنا نثمن الدور الكبير
الدول الشقيقة والصديقة اللي تتعاون معنا، واللي أسفرت عن استرداد واحد من أهم المطلوبين في قضية سرقة الأمانات الضريبية. هذا موجود حاليا بالتحقيق، وأيضا راح يكون وجوده عامل مهم ومساعد في كشف ملابسات هذه الجريمة الكبيرة والأموال التي سرقت واستردادها. يوم أمس استردينا مدراء عامين ومسؤولين من سلطنة عمان. في كل لقاء لنا على المستوى الدبلوماسي مع كل دول المنطقة والعالم، هذه فقرة أساسية، مسألة التعاون واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة. إجراءاتنا في متابعة المشاريع وصرفها والرقابة واضحة جدا، ولا يوجد أي جهة بعيدة عن المحاسبة أبدا. نتعامل مع أي أخبار يرد لنا بمعلومات موثوقة، ويارد تكون معززة بمستندات وثائق، نتعامل معها بكل جدية. لجان موجودة وتدقق وتكشف وتحيل. كثير من الإجراءات ما نعلن عنها لأن احنا ما نريد نحكم، مو جهة نريد نكون محل نمارس دور القاضي، لا، احنا نكمل التحقيقات. وعندنا إدانات لكثير من الحالات اللي ذكرت، يعني احنا إذا ما نذكرها هو معناها نسيناها أو مثل ما يشاع تم تسويتها. أبداً أبداً. أي قضية يجي ببالك تقول لي أقول لك شنو الإجراء اللي قاعد يصير وين واصله، لأن هذا إجراءات تقاضي معروضة أمام القضاء، ما نقدر نتدخل ونقول له استعجل أو احسم أو اتخذ قرار. لكن كلها إجراءات فيها إدانة، فيها تحقيق إداري، فيها تثبيت مقصرية، فيها مطالبة بالشكوى، وتأخذ طريقها في كل السياقات. الفساد شخصناه من البداية، تحدي خطير يواجه كل خططنا هذه اللي نتحدث عنها، كهرباء والإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص كلها. إذا ما نواجه الفساد ما تصير عندنا خدمة ولا تصير عندنا مشاريع. وهذه المواجهة، هذه المعركة أيضا تحتاج إلى تكاتف الكل بطريقة مهنية قانونية، مو بطريقة تشهيرية ابتزازية مثل ما يمارسها البعض للأسف. وهذه فيها نتائج عكسية، كثير من الموظفين الكفؤين النزيهين بدأوا يترددون حتى من تبوأ موقع في المسؤولية بسبب هذه الهجمة والتشكيك. مجرد طبعا هذا أسلوب الفاسدين، حتى يبتز الموظف أو المسؤول يألف هذه القصة وتأخذ مسارها بشكل مؤذي وبشكل عكسي بالنسبة للنتائج. شكرا. السلام عليكم. بيستون سلام من فضائية كورتسات. كان هناك اتفاق بين حكومة الاتحادية والحكومة الإقليم لتخطي كل المشاكل واتفاقات على تمويل الإقليم بكل استحقاقات في الموازنة، بالمقابل إلزام الحكومة الإقليم بتسليم 400,000 برميل نفط وإيرادات الغير النفطية. لماذا إلى الآن لم يتم تنفيذ الاتفاق، وما هي أبرز النقاط الخلافية، ومتى ستبدأ بتصدير النفط الإقليم؟ طبعاً لا زالت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تتعاطى بمسؤولية تجاه الاتفاق السياسي وما ورد في قانون الموازنة لثلاث سنوات وفق السياقات الدستورية والقانونية. شكلت لجان ثنائية، لجنة من الإقليم ولجنة من المركز، وعقدت سلسلة اجتماعات، خرجت بمجموعة إجراءات، لأنه الموازنة وما موجود في الموازنة حتى نوصل للتمويل أكو فقرات وفق المادة 12 أليف وباء وجيم ودال وهاء وواو حتى يبدأ التمويل، وهذه يراد لها خطوات عملية وتشكيل لجان، وهذا اللي قاعد يصير ونفذ من قبل الأخوة في الإقليم. قلت لك يعني كان تعاطي بمسؤولية. اليوم أطلقنا تمويل الوجبة من استحقاق الإقليم للموازنة، والعملية مستمرة. النفط لحد الآن متوقف تصدير عن
عبر الخط جيهان إلى عبر تركيا، ووفق قانون الموازنة يسلم ما تحتاج وزارة النفط الاتحادية للاستخدام المحلي، وهذا حصل. استلمت وزارة النفط الاتحادية بحدود 55 ألف برميل يومياً وبشكل تصاعدي. جهزنا فيها المصافي اللي موجودة واللي كنا نجهزها من النفط اللي منتج من حقول الكركوك، هذا كله وفق القانون. الإيرادات غير النفطية أيضاً تم فتح حساب، وستقوم حكومة الإقليم بإيداع هذه الإيرادات غير النفطية في هذا الحساب، ووفق القانون أيضاً يتم التعامل معها. أعتقد أن الكل حريص على تنفيذ الاتفاق وعدم التلكؤ بالشكل الذي قد ينعكس سلباً على المواطنين أبناء شعبنا في إقليم كردستان. الحكومة حريصة على حل هذه الإشكالات وعدم تحميل المواطن أي معاناة. إحنا مسؤوليتنا على المواطن العراقي في أربيل وسليمانية مثل ما مسؤولين عن المواطن العراقي في بغداد والأنبار والبصرة. شكراً جزيلاً لكم.